أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تواصل دوت كوم. مشاهدينا، نلقي نظرة على العناوين قبل الذهاب إلى التفاصيل، والبداية ستكون مع تزايد معدلات السرطان في العراق ودلائل حاضرة من منطقة المنفهان بقضاء الهندية شرق كربلاء ومن قرية آل عبد الله في القادسية، بعدها إلى حملة أمانة بغداد لرفع وإزالة التجاوزات، وقوبلت بانتقادات واسعة في ظل عدم توفير البديل لكل من أزيلت تجاوزاتهم. ثم ننطلق وإياكم إلى ذي قار، وهناك 7 سنوات انقضت على هدم مدرسة سعيد بن جبير ونشطاء يتحدثون عن تحويلها إلى كراج سيارات. الختام سيكون مع عمال من الفلوجة، كما يبدو في هذه الصورة، أثروا على مبلغ من المال في منزل قديم وأعادوه إلى صاحبه، وكذلك يفعل سائق سيارة أجرة في بغداد. تزايدت معدلات أمراض السرطان في العراق بشكل كبير عقب العدوان الأمريكي في عام 1990 ومن ثم الاحتلال في عام 2003، فضلاً عن العمليات العسكرية التي شنها الاحتلال في المدن العراقية وما يجري في الفلوجة من ولادة أطفال مشوهين ومصابين بأمراض سرطانية. هذه واحدة من تلك الشواهد على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في منطقة المنفهان في قضاء الهندية، تحديداً شرق كربلاء، حيث انتشرت أمراض السرطان بشكل كبير بعد احتلال العراقي عام 2003. والسبب كما يعزوه الكثير من السكان هناك إلى وجود صواريخ تحت الأرض من مخلفات الحرب على العراق. لنشاهد الآن هذه الشهادة التي وثقت من هناك مع سكان محليين من المنطقة التي تعاني من التلوث. اسمع منكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احكي لي شنو صار عندكم بهاي المنطقة؟ هاي من 2003 وقعنا هنا صواريخ، يعني صار عندنا وباء أمراض سرطانية قاعد، يعني سنة على سنة قاعد تتكاثر الأمراض، يعني أمراض، يعني طلعنا للتربة، قلنا لهم ناشدنا، يعني ناشدنا المحافظة، ناشدنا الدولة، ناشدنا وزارة الصحة، البيئة، ما حد استجاب لنا. أعتقد قبل قليل ذكرت أنه فريق طبي، أي فريق هنا، إحنا جبنا فريق طبي أطباء حللوا التربة، طلع النتائج، طلع 70% منطقة ملوثة نتيجة التلوث. 70%. كارثة، يعني كارثة بحق الإنسان. هسه مرات تكون قصص موجودة مفتعلة، يعني يتم الاتخاذ الإجراءات بها سريعة، لكن من 2003 إلى هذا اليوم صواريخ سقطت في هذا المكان، ماكو أي 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 وسيلة من الدولة إنه تنقذ هذه الناس. مرخصك أستاذ، تفضل. حالة عندنا حالة تشويه ما يقارب الا 3 حالات، حالات تشويه. مشاهدنا الكريم، حالات تشويه موجوده ايضا بالاضافه الى الامراض اللي راحت بها الناس، تقريبا 30 حاله. اسباب مرض السرطان متعدده في العراق بعد 2003، ولعل غياب الرقابه على المواد الغذائيه الداخله الى العراق وتلوث مياه الشرب وغيرهما في قريه آل عبد الله في قضاء عفك بمحافظه القادسيه، الأهالي هناك حملوا أيضاً أبراج الهاتف الجوال القريبة من محطة المياه التي تغذي القرية، حملوا أبراج الهاتف وأصحابها مسؤولية انتشار حالات الإصابة بالسرطان بين النساء والأطفال في القرية من خلال ما تبثه وتصدره وترسله من إشعاعات تنقل أيضاً عبر المياه. لنستمع إلى شهادتهم ونطلع على عدد حالات الإصابة في السرطان الموجودة بهذه القرية. هم تشوفون هاي العوائل دائرة البريد كلها مصابة بمرض السرطان، وأكثر من 50 إصابة عندنا موجود، تقاريرها كلها تقارير سرطان، كلها هاي تقارير موجودة، أكثر من 50 إصابة عندنا بمرض السرطان من هذا البريد، وكل ما نشتكي توصل يرفعها القاضي. هاي بخت من هاي بحاضمين بخت من تنوع، ها شوفه يرفعها القاضي،
هاي طبخت من هاي هاي من يخسر هاي كلها تقارير هاي المصابين بامراض سرطان هاي كلها مصابين ايش قد عدد الاصابه تقريبا عندنا لحد الان اكثر من 25 اصابه سرطان بالمنطقه نفسها 25 اصابه سرطان موجوده الثانيه وبعد نشتكي يرفعها القاضي للبيئه هو مدير الشركه يشتغل بالبيئه توصل القضيه للبيئه يشدونها نوصل لهم يطلبون من عندنا الكشف لو 250 لو نص مليون يلا يطلع لنا كشف واحنا خيرنا ما يملك 2000 دينار هذا الولد حتى يطلع عندنا اشعاع ادري ما توفت في الدار شنو بدك ايش بيها؟ اشعاع وتقرير قال ايش بيها ايش بيها؟ سبب البرد توفت اشعاع من اللي قالك بسبب البرد؟ دكتور مدير مال المستشفى نفسيته قال اشعاع من البرد اشعاع من البرد زين شو سوى؟ الله وكيلك زوجته اثنين زين هذا زلمه زوجته بعد هذه الجرعات المؤلمة لابد من نفحات أمل. مريم ودعونا نشاهد هذه الصور هي طالبة جامعية مصابة بمرض السرطان وهي تظهر بالصورة وهي تؤدي امتحانات الدور الثاني رغم إصابتها وتراجع وضعها الصحي. تلك صور مليئة بالأمل لعلها تكون رسالة للأصحاء الذين يفقدون الأمل ولا ينتبهون إلى الصحة التي أنعم الله عليهم بها وهي رسالة أيضا لكل يائس ومحبط أن يثابر ويحاول وأن يأخذ بزمام العزيمة وأن يتحدى بإرادة صلبة وصولا إلى أهدافه حتى وإن نهشه المرض وظل يحاصر جسده فإن الإرادة الإنسانية في النهاية هي التي ينبغي أن تنتصر إرادة الحياة أقوى من أي إرادة أرضية أخرى الآن إلى موضوع آخر تستمر حملة أمانة بغداد لرفع التجاوزات انتقادات وجهت للأمانة من قبل رواد مواقع التواصل لتركيزها على المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في تنفيذ الحملة دون أن تشمل حملتها مقرات الأحزاب التي تتجاوز على البنايات والشوارع العامة فضلاً عن الميليشيات المنتشرة التي تغتصب المباني عنوة وتحولها مقرات لها والمسؤولين الذين يجلسون بقصور الدولة منذ 2003 وتعلمون ذلك وحتى الآن لقطات لتهديم هياكل لم يكتمل بناؤها حتى الآن هناك من النشطاء من ينشر لقطات لأكشاك وهياكل مباني لفقراء وكادحين لم يكتمل بناؤها في بغداد وحال أصحابها بعد محاولتهم اعتراض آليات الأمانة المحمية من قبل عمليات بغداد لكنها سوت بهذه الهياكل التراب سوتها والتراب على الأرض نتابع اللقطات الآتية وخلاص. أكمل. 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 أكمل.
حتى البهائم والدواب لم تسلم من ملاحقة أمانة بغداد وقيادة العمليات في العاصمة. إحدى الآليات وبشكل استفزازي حطمت عربة أحد العمال، مقطع قوبل بموجة انتقاد واسعة على منصات التواصل، نشاهده معا. على خليفة على إلى موضوع آخر ومختلف لكن ربما يتفق مع الموضوعات السابقة، بتكريس للأسف حالة المعاناة الموجودة في الشارع العراقي. في محافظة ذي قار وتحديداً منطقة السراي تم تهديم مدرسة سعيد بن جبير بهدف إعادة بنائها قبل 7 سنوات. المدرسة التي أنشئت لم تكتمل إلى الآن وتحولت هيكلاً فقط. النشطاء على مواقع التواصل قالوا إنها تحولت هيكلاً بسبب الفساد الإداري والمالي الحكومي. ناشطون من ذي قار وثقوا المقطع الآتي لحال المدرسة. شوف ارتفاع الصف 2.60 سم، راح يروح منها 20 سم للتطبيق 2.40. يا مجرمين، أكو صف يشيل له 40 طفل 2.40 ارتفاعه، ولكم خافوا الله شويه. زين فكر بالبنكه راح تنزل شويه. البنكه نقول خليها من هاي اللي مش بيخالف. راح يستاهلون وياها. استاذ حافظ، استاذ حافظ، بس اريد هذا ابو المتابعه واجا من طلع كشف وشاف هذا الانتن، هذا 20 سنتيم يتحشى الطابوق، المفروض يتسلح هذا. عاش جديد هذا الكش شريف. ايش قد شريف؟ لا هو مسوي 10 سنتيم وبدون ما يخالف، بدون بس حصور رمض. خاف يطلع المسؤول بس ويقول بس تعال اراويك شلون محشين قرده. تعال باوع الزباله واهل المنطقه موجودين وعند الشهود عيان من سووا الخطه يقولوا لي. هاي تفضل. محشين بقرده يحشي انت 20، هذا الحائط كله يوقف على هذا. هذا 20 سنتيم المفروض يتسلح. تفضل ملك، ملك تفضل باوع. شوف باوع، شوف هاي قرده ارباع ونص وكسر، شوف وهاي طابوق، يعني مو طابوق هيك صخر كدم، هذا هيك كلاوات يعني جبال. اصعد 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 من لحافظ. اسمع الطابوقات المفروض كان من المنطلق يسيد السياج مالي. الطابوقات ما قاهن، بس الباب، بس الباب، بس الباب شيل هاي المسخره. تمام تمام، هاي السواق تمام، بوك حراميه تمام، جزيكم الله. سكان منطقة السراي وجهوا شكاوى عديدة حول هذا الموضوع، موضوع تحول المدرسة لكراج لتصليح السيارات نهارا ولمرتع للشباب المنفلت ليلا لأجل تعاطي المخدرات والكحول، الأمر الذي حولها من صرح للتعليم إلى بؤرة فساد وإفساد في حي سكني وقرب عوائل لا تزال تلتحف الصمت في ذي قار. مديرية التربية في المحافظة، هناك عوائل وجهوا إليها بعض الرسائل على هيئة شهادات مواطنين، نتابعها وإياكم. وعنهم اولا فلشوها، هي لا اله للسقوط ولا هم يحزنون. نعم، باعوا الطابوق وباعوا شيء المال. طيب، وباعوا الدنيا كلها. طيب زين، وظلت على هالوضع، هاي صارت مكب للنفايات، والجماعة يجون هنا بالليل هم يقعدون يشربون، ملها صارت ملها. طيب، وقراج
للسيارات، تصليح السيارات. طيب. يقبلون هم بهاي الشغله ما ادري بعد. وانتم متاذين كعوائل. طبعا احنا يعني لو كان نص البيوت يعني لو كان بيت محافظ ذيقار، خلينا نقول بالاسم، لو كان بيت السيد عادل البخيلي قرب هاي المدرسه لكان يعني يمكن انه يعيف بيته ويروح. طبعا يعني ما ممكن انه شيء لائق. اما يكملها او شنو يحوطها ويخلي عليها حمايه عدم توفير لهاي الاغراض السيئه. خليه يجي عادل الدخيل على واخر، يجي يشوف المدرسه. احنا نريده يجي، احنا نريده يجي ويصعد للطوابق ثلاثه، بس مو قبل لا يطلع يصعدون البلديه ينفون افطاره العرب. احنا نريد لا ما نخلي ولا احد، ما نريد، احنا نريد الابطاله، نريد الابطاله هاي تبقى. احنا نريده يصعد كما هو يشاهد بعينه، تحولت الى يمكن باكر. انا راح اجاوبك انه هاي المدرسه بهذه بهذا ظرفها هي عبارة عن مرتع لشرب الخمر. هو هذا هو هذا يعني عبارة عن ملهى. هي كانت أقولها بصريح عبارة. الآن إلى موضوع آخر بعيدا عن فساد الحكومة وأحزابها ومسؤوليها، الخير لا يزال موجودا في العراق. طبعا هناك عدد من العمال البسطاء في الفلوجة كانوا يعملون في منزل قديم، عثروا على مبلغ من المال مدفون تحت التراب أثناء عملهم، فأخذوا المبلغ وأعادوه إلى صاحبه. تعالوا نشاهد هذه اللقطات التي تعزز ذات الفكرة. هنا صور للمنزل القديم كما تبدو، وهي من مدينة الفلوجة حيث كان العمال الذين عثروا على هذا المبلغ الكبير من المال وهو بين أيديهم، عثروا عليه والتقطوا بعض الصور التذكارية. نعم، لكنها صور تعزز فكرة أنهم أهل أمانة وشهامة. فبعدما أخذوا هذا المبلغ، كما تناقل وتداول عدد من النشطاء، أكدوا أنهم بعد التقاطهم هذه الصور لهذه المبالغ أعادوها إلى أصحابها الأصليين، سكان البيت الأصليين الذين ربما كانوا قد نسوا أن هذه الأموال مدفونة، أو ظنوا أنها تآكلت أو تبددت أو لم تعد موجودة. ليست هذه الحالة فحسب هي التي تطلعنا على فكرة أن الخير لا يزال موجودا في العراق ككل، وإنما هناك حالة أخرى في بغداد. سائق سيارة أجرة خرج بمقطع مصور حتى يذكر بعض من استقل سيارته على امتداد اليوم أثناء عمله، حتى يذكر بعض الناس ممن نسي مبلغا من المال. هناك بعض زبائن استأجروه ونسوا مبلغا من المال في سيارة هذا السائق الأمين الذي صور المقطع ونشره حتى يقول لمن يعرف هذه السيارة أو نمرتها أو نمرتها أو صاحبها وكان معه في هذا اليوم، ها هي الأموال وأنا جاهز لإعادتها. الخير موجود، والدلالة الصورة التي سنشاهدها. السلام عليكم أخوان، والله والديكم، أنا سايق تاكسي وهذا سعد وياي اثنين ولد وياهم ريت، كانت المعاملة ما أدري شنو، ونسب مبلغ من المال واقع في الخانة الوراي، راح ملتلي وابدكم نشوف صورتي نشروها. هاي فلوس لقيتها اليوم الصبح. وصلنا الآن فقرة آراءكم، وهي عن فضيحة في الأسماء التي قبلت للتعيين في تربية بابل، تعيين العشرات من عشيرة واحدة، تعيين ابنة رئيس مجلس محافظة بابل وزوجة ابنه أيضا على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم غير ذلك. تعالوا نشاهد هذه الوثائق التي تعزز هذه الفكرة من عائلة الخيكاني. انظروا كم اسم من عائلة الخاقاني، كذلك انظروا كم اسم، 30 اسما أمامي هنا في هذه الوثيقة يظهر بها أفراد من عائلة واحدة. هنا رعد حمزة الإجبوري وابنته موج رعد حمزة علوان الإجبوري، شهادة بكالوريوس أيضا عينت على بند ذوي الاحتياجات الخاصة كما تؤكد
هذه الوثائق التي شاهدناها وإياكم. الآن نطلع وإياكم على عدد من منشورات الشباب العراقي بفيسبوك وكيف تعامل مع الوثائق التي شاهدناها. نذهب إلى المنشور الأول ونقرأ المنشورات تباعا. البداية مع من يطلق على نفسه أغلى الناس أمي، يقول هاي التعيينات مخصصة للعشائر مو للشهادات. إلى منشور آخر، سمير يقول راح يتغير اسم المديرية العامة لتربية بني فلان. الآن إلى منشور ثالث، وعزيز يقول صديقي أصلا احتياجات خاصة وما طلع اسمه، يتكلم عن حالة حقيقية لا مزيف. فالح الحجيمي يقول هي هالوقت صارت إلك يا قوي، اللي عنده حزب يعيش ملك بس الفقير يبقى كاتل الجوع. والله معك حق يا فالح. إلى المنشورة الخامسة الآن أذهب وإياكم، وفيه من يطلق على نفسه اسم أبو الخل يقول حنان الفتلاوي لا تضمين راسج، هاي ما محافظتك يلي خلي نشوف إيش راح تسوين لو بس كادرة على ولدي الخيبات. 7 × 7 = 7. ربما انتهت المنشورات. ظل هشام راجي الذي كتب يا أخي بالقرعة طلعوا حالهم حال الفقراء، معقولة يعني بالواسطة؟ ساخرا طبعا، ويتابع ما عندنا بالعراق واسطات ومحسوبيات. هكذا كان رد الفعل ما بين السخط، ما بين الاستياء، ما بين التهكم والسخرية من تلقاء نفس مقهورة. هذا ما يسيطر على الشباب العراقي في فيسبوك تعقيبا على الصور التي شاهدناها وما حدث في تربية بابل من تزييف في شهادات المقبولين واعتماد الكثير من أفراد عائلة أو عشيرة وعشيرة أخرى على حساب الكثير من أبناء بابل، وكذلك توظيف ابنة المحافظ على أساس أنها من ذوات الاحتياجات الخاصة. لكم أن تتأكدوا، ربما كانت من ذوات الاحتياجات الخاصة وربما كان في الأمر كلام مختلف. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. العراق يشكو الكويت، هذا هو الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة. نقرأ عليكم الآن أبرز 4 تغريدات اخترناها لكم واختتمت بهذا الوسم الإلكتروني. أحمد يكتب هناك حدود رسمت بوضوح ومتفق عليها دوليا، لكن أن تتجاوز جغرافيا وتتوسع على الدولة الأخرى على حساب الهبات والمنح والرشاوى للسياسيين واستغلال الوضع الراهن لصالح المد الجغرافي، هذا شيء غير مقبول وغير منطقي. كل الحب والاحترام للشعب الكويتي، العراق يشكو الكويت. في التغريدة الثانية، عبد الرحمن بن محمد يكتب الذي أمر حكومة المنطقة الخضراء لكي تشكو الكويت هو خامنئي، لأنه غاضب على الكويت بسبب انطلاق الطائرات البريطانية من القاعدة البريطانية فيها لمراقبة سفن النقل البريطانية في الخليج العربي ومضيق عمان وبحر عمان. دائما نظام الملالي في طهران يجعل الآخرين يحاربون بدلا عنها. إلى تغريدة ثالثة، وفيها عبد الله الهلف يكتب نهب المسؤولون العراقيون كل المعونات التي توصلها الكويت للشعب العراقي، والآن يريدون نهبا جديدا، فتقدموا بشكوى الكويت للأمم المتحدة. لن يتغير الحال إلا إذا الشعب العراقي قام لإزالة هؤلاء اللصوص. ربما ظلت تغريدة أخيرة الآن بين أيدينا. على أي حال، على ما يبدو أن هناك فعلا تغريدة وكتبها من يطلق على نفسه حمد، يقول سيعود العراق قويا ويقتص من كل دول الجوار المتطاولين على أرضه وسمائه وسيادته، ربما ليس في القريب العاجل لكن يوميا أو يوما ما، فالعراق يمرض ولا يموت. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. لاحقا نلتقي وإياكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. دمتم بخير وإلى اللقاء.